أنا في إجازة هذا الأسبوع وأخرج أتمشى قليلا عند الظهيرة أي الظهر، وأريد أن أقطف تفاحة، ولكن التفاح كما تشاهدون عالي ولا أستطيع الوصول إليه، سأجد طريقة. المهم اليوم لممت تفاحتين أيضا كما تشاهدونهما، من أطيب ما يكون هذا النوع. طيب، هناك تفاح كثير ولكن ليس كله بنفس الطعم، فأنا أبحث عن ذات الطعم المميز حتى أتذوقها. وما في أطيب من التفاح عندما يتم قطفه مباشرة من على الشجرة. كما تشاهدون هنا، وصلني الآن خبر سيء. بينما أنا أصور هذا الفيلم توفي أخونا أبو همام رحمه الله تعالى، وأدخله فسيح جنانه وصبر أهله وعظم أجرهم. والله ما أدري ماذا أقول. إنا لله وإنا إليه راجعون. بطلنا نأكل تفاحة، نروح حتى نقوم بالواجب.